مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد من مجلاتكم الرياضيه اليوميه على قناه ميديا تي في ملاعب، وفيها سنوافيكم باخر مستجدات الساحه الرياضيه الوطنيه والدوليه وفي رياضات مختلفه، والبدايه كالعاده ستكون بابرز العناوين. الفتح والرباطي يقص شريط الجولة الثانية من إياب البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب بالتعادل السلبي وبقواعده مع المغرب الفاسي. وفي مباراة اليوم المغرب التطواني سيحط الرحال بأكادير لمنازلة الحسنية، ونهضة بركان سيستضيف الدفاع الحسني الجديد الجريح. لجنة الأخلاقيات بجامعة الكرة توقف الكاتب العام لاتحاد طنجة لسنتين وتغرمه ب50,000 درهما لتصريحاته المشككة في نزاهة البطولة الوطنية الاحترافية. في إسبانيا برشلونة ينزل ضيفا على لاس بالماس قبل مواجهة أرسنال في مسابقة دور أبطال أوروبا. وفي ألمانيا البايرن يواجه المتواضع دارمشتات قبل الرحيل لإيطاليا لمواجهة اليوفي قاريا. كانت هذه أبرز العناوين، لكن طبعا هناك العديد من المواضيع الأخرى، وقبل مناقشتها أرحب باسمكم مشاهدينا بمحلل قناة ميديا تي في الإطار الوطني المدرب أمين بن هاشم. أمين أهلا بك. أهلا عبد الله وأهلا المشاهدين الكرام. البداية إذن ستكون وكالعادة بفقرة ميادين، وفيها جولة سريعة في مختلف الملاعب الرياضية المحلية والدولية. نبدأ فقرة ميادين من المغرب، حيث قص الفتح الرباطي شريط الدورة 17 من البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب لكرة القدم بتعادل جديد، وهذه المرة مع ضيفه المغرب الفاسي. فارس والمدينة العلمية لم يكن خصما سهلا، وأحرج كثيرا دفاع صاحب الأرض والجمهور، ولولا تألق الحارس عبد الرحمن الحصري لتمكن رفاق بن شرقي من هزي شباك الفتح وفي أكثر من مناسبة. في المقابل غابت النجاعة الهجومية على أبناء وليد الركراكي ليتجمد رصيد الفتح عند 30 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع المغرب الفاسي رصيده ل 17 نقطة احتل بها المركز 13. وستتواصل فعاليات هذه الجولة اليوم بإجراء مباراتين، حيث سيستضيف حتى أكادير العائد بنقاط الفوز من الحسيمة في الجولة الماضية سيستضيف المغرب التطواني المتعادل بقواعده مع أولمبيك السفي. وفي شرق المملكة الدفاع الحسني الجديد الجريح، وفي أول لقاء له بعد رحيل المدرب جمال السلامي سينزل ضيفا على فريق النهضة البركانية. إلى الدوريات الأوروبية الآن، والبداية من إسبانيا، حيث سينزل فريق برشلونة المتصدر سينزل اليوم ضيفا على فريق لاس بالماس في لقاء عن الجولة 25 من الليغا. الفريق الكتالوني المنتشي بانتصاراته المتتالية يطمح لتحقيق العلامة الكاملة للجولة 10 على التوالي، والطريق تبدو معبدة له لتحقيق ذلك في ظل التألق الكبير للثلاثي ميسي سواريز ونيمار. كما أن الخصم لاس بالماس ليس في أحسن أحواله ويحتل المركز 18 بعدما وقع في فخ الهزيمة في 13 جولة. مدرب والبلوغرانا الذي تنتظره مباراة قوية مع أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم في مسابقة دوري أبطال أوروبا أراح بعضا من لاعبيه كالمدافع جيرار بيكي، لكنه في المقابل سيفتقد خدمات لاعبه سيرجيو بوسكيتش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. إذا قمنا بتحليل فريق لاس بالماس سنجده فريق صعب، إنه في المراكز الأخيرة من الترتيب وهو بالتالي بحاجة للنقاط من أجل البقاء في قسم الدرجة الأولى. سيحاول من تعقيد مهمتنا إذا لم نضغط عليهم، باستطاعة الخصم تقديم مباراة جيدة وجيدة جدا. The cat sat on the mat.
في ألمانيا سيواجه المتصدر بايرن ميونخ اليوم ضيفه المتواضع دارمشتات في لقاء عن الجولة 22 من البوندسليغا، وهو يفكر في لقاء الثلاثاء المقبل في ضيافة يوفنتوس الإيطالي في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية. الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق البافاري، ورغم أن الخصم دارمشتات يبدو في المتناول، إلا أنه قال بأن اللقاء لن يكون سهلا مع منافس يقدم كرة جميلة ومنظم دفاعيا وهجوميا على حد تعبيره. إنه فريق مميز، يدافعون بعمق، لا يضغطون كثيرا، ولكن عندما يهاجمون بواسطة ساندرو فاغنر ومهاجمهما الممتدين يصبحون أحد أفضل الفرق في البوندسليغا، وهم كذلك خلال اللعب في وسط الملعب. لقد أحرزوا أهدافا كثيرا بهذا الأسلوب، علينا أن ندافع بشكل جيد وحرمانهم بقدر الإمكان من استغلال هذا التكتيك. وفي فرنسا يستضيف باريس سان جيرمان متصدر الليغ 1 يستضيف اليوم فريق ستاد ريمس في لقاء عن الجولة 27. الفريق الباريسي الذي يخطو بثبات نحو لقب رابع على التوالي، قال مدربه لوران بلون إنه يعول على عودة نجم الأوروغوياني إيدنسون كافاني للتألق، مضيفا بأن هدف الفوز في مرمى تشيلسي الإنجليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا سيكون بداية العودة القوية لكافاني لهز شباك الخصوم. هدف مباراة تشيلسي سوف يريح كافاني كثيرا وسيمنحه الثقة بإمكانية تسجيل الأهداف، رغم أني لم أشك في ذلك مطلقا. لقد مر بفترة فقد فيها الثقة على قدرته في التسديد في الوقت الصحيح والاستفادة من فرص تسجيل الأهداف. سوف يكون رائعا عندما يعود كافاني لكي يصبح هدافا كبيرا مرة أخرى كما كان دائما. أنا سعيد لأجله وللفريق أيضا. في فرنسا دائما رفع القضاء والحظر المفروض على إجراء أي مقابلة بين ماتيو فالبوينا لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم وزميله كارين بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والذي يشبه في أنه ابتزه باستخدام شريط إباحي، لكن المدعي العام قرر الطعن في هذا القرار. ورفع القضاء بشكل منفصل الحظر على تواصل بنزيما مع أي شخص ارتبط اسمه بالتحقيق في القضية، وتم إيقاف بنزيما مهاجم ريال مدريد لأجل غير مسمى عن المشاركة مع المنتخب الفرنسي بسبب هذه القضية، لكن الأخير نفى ارتكاب أي مخالفة. وبعد السماح بلقاء فالبوينا لاعب أولمبيك ليو مع بنزيما، فإنه يمكن اللاعبين معا اللعب لنفس الفريق ولو من الناحية النظرية على الأقل. وكان الاتحاد الفرنسي قد قرر عدم استدعاء بنزيما لمنتخب الديكا حتى يحصل على صك البراءة. قال سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قال إنه لن يدعم أي مرشح في الانتخابات الخاصة بانتخاب غالبة له على رأس إمبراطورية كرة القدم العالمية، رغم أن 4 من المرشحين 5 تحدثوا إليه عن ملفات ترشحهم. وستجرى انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المبتلى بفضائح الفساد في 26 من شهر فبراير الجاري. وقال بلاتر الموقوف لـ8 سنوات في لقاء مع محطة RMC الفرنسية أن 4 من المرشحين 5 تحدثوا إليه، ولكنه لن يدعم أي من هؤلاء المرشحين. وتصب التوقعات في مصلحة جياني إنفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي والشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم. في عالم الكرة الصفراء الإسباني رافائيل نادال للدور النصف النهائي من بطولة ريو دي جانيرو البرازيلية لكرة المضرب، وذلك بعد انسحاب منافسه الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف قبل بداية المباراة لمعاناته من إصابة. وتأهل لمربع الكبار من البطولة البرازيلية أيضا المصنف الخامس النمساوي دومينيك ثيم بفوزها على حامل اللقب المصنف الثاني الإسباني ديفيد فيرير وبمجموعتين دون مقابل 6-3 و6-2. وسيواجه ثيم في الدور المقبل الأرجنتيني غويدو بيلا والمتأهل على حساب الإسباني دانيال خيمينو ترافير.
نختم فقرة ميادين بأخبار الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA، حيث قاد النجم ديميان ليلارد فريقه بورتلاند تريل بلايزرز للفوز على حامل اللقب جولدن ستيت واريورز وب 137 نقطة مقابل 105 نقاط. فعلى ملعب مودا سانتر في بورتلاند كان الضيف جولدن هو الأفضل مع بداية المواجهة، لكن سرعان ما أخذ صاحب الأرض والجمهور المبادرة بداية من الربع الثاني وهيمن على مجريات اللعب في ظل التألق الكبير للنجم الفريق ديميان ليلارد الذي أحرز 51 نقطة محققا رقما شخصيا جديدا وملحقا بالتالي الهزيمة الخامسة بحامل اللقب الذي فاز في 48 مباراة في الموسم الحالي. But as you said, 8 turnovers in the quarter. It's the D and the missed opportunities. إذن كان هذا آخر خبر في فقرة ميادين، وسنذهب الآن لتحليل ما جاء فيها رفقة محلل القناة المدرب الوطني أمين بن هاشم. أمين، إذن البداية ستكون بأخبار البطولة الاحترافية. أمس قص شريط الجولة 17 بلقاء جمع بالعاصمة الرباط بين الفتح الرباطي وضيفه المغرب الفاسي. الفريق الرباطي واصل مسلسل نزيف النقاط، تعادل جديد ومن دون أهداف في لقاء أبنى فيه المغرب الفاسي عن مردود طيب جدا. الفريقان واصلا نزيف النقاط، مباراة كانت مهمة جدا للطرفين، أهميتها تكمن في الترتيب لأنه الفتح الرباطي محتل للمركز الثاني، المغرب الفاسي يحاول الهروب من منطقة الخطر التي تؤدي إلى النزول للقسم الوطني الثاني. المباراة كانت صعيبة نوعا ما، ما شفناش فيها فرص كثيرة بالنوعية اللي كنا كننتظروا، لأنه الفتح الرباطي لعب محروم من أهم عنصرين في الخط الهجومي هو يوسف القناوي ومراد باطنا، زيد على ذلك المدافع الناهيري اللي كان غايب، هذا اللي خلى نايف اكرد لعب كمدافع ايسر. التنظيم الهجومي بالنسبه للفتح الرباطي ما كانش في المستوى، هذا اللي خلانا شفنا يمكن تباعد نوعا ما في الخطوط. هذا راجع حتى للطريقه اللي لعب بها الفتح، لانه اول مره منذ تقلد وليد الركراكي منصب مدرب الفتح الرباطي تنشوفوا يلعب بخطه 4-4-2، خطه دفاعيه. بغض النظر على الخطه الدفاعيه، هي اول مره تيلعبوا بهذا لو سيستيم دو جو ديال 4-4-2. مولف دائما تشوفوا وليد الركراكي بخطه 4-3-3 4-5-1، اليوم البارح شفناه ب 4-4-2 اللي ما عطاتش النجاعه الهجوميه اللي كانت. هل هذا يعني امن بان وليد الركراكي متخوف من الهزيمه، هزيمه ربما ستبعده عن المنافسه عن اللقب حيث دابا حاليا يحتل المركز الثاني يعني، والوداد هو الذي استرجع الصداره؟ لا بالعكس، الغيابات اللي خلاته يلعب بهذه الطريقه، هذه الغيابات ديال يوسف القناوي ومراد باطنا اللي تينشطوا في الاطراف خلاته انه يغير طريقه اللعب ديالو، يلعب بمهاجمين صريحين هما بن جلون وباها. ولكن امين بن جلون يعني اضاع الكثير من فرص التهديف، يعني لاحظنا كرات يعني من انفراد لم يسجلها بن جلون، اذا ربما قد نقول بان حتى فريق المغرب الفاسي امين عقد مهمه الفريق الرباطي على اعتبار ان الماس يعني قدم مباراه متميزه، ناور هدد كان يعني قريبا من هز شباك الحارس الحوصلي وفي اكثر من مناسبه. الماس بقى وفي الطريقه ديال اللعب ديالو خارج الميدان اللي هي 4-5-1، تتعتمد على الهجمات المرتده، تنظيم دفاعي محكم وهجمات مرتده، قدر يخلق عده هجمات. بالامس كان ممكن انه يسجل خصوصا الفرصه الاخيره في الدقه 93 عن طريق البوسني داليبور اللي ضيع فرصه كانت ممكن تعطي ثلاثه نقاط للفريق المغرب الفاسي وتخليه ينعش الامل ديالو ويوصل للنقطه 19، لكن ضيعها المهاجم. بن شرقي كذلك اتيحت له فرصه في الشوط الاول ولكن الحارس خرج ونقد الموقف ديالو. تتبقى ثلاث فرص كانت حقيقيه بالامس، فرصه لبن جلون، فرصه لباها، وفرصه لداليبور، هذه كانت واضحه للتسجيل ضاعت. كاينه ملاحظه اخرى وهي كثره الاخطاء، يمكن كان عدد كبير من ضربات الاخطاء اللي استفد منها فريق الفتح الرباطي ولكن ما قدرش يسجل، رغم انه عنده لاعبين يحسنون الارتقاء بالراس ولكن ما قدروش يسجلوا رغم الكم الهائل من ضربات الخطا اللي استفدوا منها. فريق ينافس على اللقب يحتل المركز الثاني ويضيع فرص كما شاهدنا، فرص لا تضيع، هل هذا يعني بان الفريق يفتقد لشيء ما؟ شوف، دخل مرحلة فراغ مثلا على اعتبار انه لم يفوز منذ شهور. شوف الفتح قبل نهاية مرحلة ديال الذهاب فدخل في دوامة ديال النتائج السلبية، 4 تعادلات، ما قدرش يسجل
في مباريات كثيره اهداف، هذا اللي خلاه يدخل نوعا ما في الشك. الشك لما تيدخل للاعبين فتوقع اي وقت انهم ينهزموا، فاللاعب تيكون متخوف من الهزيمه او من التعادل اكثر ما تيبحث على الانتصار. شفنا لاعبي الفتح الرباطي متخوفون نوعا ما من النتيجه ديال المباراه اللي يمكن تكون ماشي في صالحهم، وهذا اللي وقع انه شفنا النتيجه ما مشاتش في صالح الفتح الرباطي، ضيع الانتصار بالامس، لانه لو انتصر بالامس كان ممكن انه يوصل ل 32 نقطه ويكون متصدر في انتظار مباراه الوداد، ولكن ما قدرش. حقق تعادل وصل به للنقطه 30 في المركز الثاني. هنا ممكن لفريق اتحاد طنجه انه ينافس على هذا المركز، لانه عنده 27 نقطه في حاله انتصار غيوصل كذلك ل 30 نقطه ويحتل المركز الثاني مناصفه مع الفتح الرباطي. اذا الفتح دخل راسه في واحد الدوامه ديال الشك، حتى تصريح وليد الركراكي بالامس فهو كان غاضب على اللاعبين ديالو على الطريقه اللي لعبوا بها، فقد صرح انه اللاعبين اللي طبقوا التعليمات واللي كانوا مركزين هما فوزير ونايف اكرد، فكان غاضب على باقي اللاعبين لانه غاب التركيز بالامس على الفتح الرباطي. واحد الوقت ولينا تنشوفوا اسماندا ولاعب كظهير ايمن، ولينا تنشوفوا فوزير وسط ميدان والجهه اليسرى فارغه ما فيها اي لاعب، كان نوعا ما من عدم التركيز ديال لاعبي الفتح. ولكن حتى يعني امين فريق المغرب الفاسي كان ندا صعبا، يعني ربما احرج الفريق الرباطي بمعقله، كرات كثيره ضيعها الفريق الفاسي كان قريبا من هذا الشباك، لكن تبقى نتيجه التعادل تكرس مسلسل نزيف النقاط الذي يعيشه حاليا فريق الفتح الرباطي، وايضا فريق المغرب الفاسي بدرجه اقل ربما نقول بانه قد يصلح ما يمكن اصلاحه في الدورات القادمه، خاصه انه قدم مباراه متميزه من حيث الاداء. قبل ان نواصل امين، فاصل مشاهدينا ثم نعود. ما هي تداعيات الاستقطاب الدولي الحاد بشأن الأزمة السورية؟ وما هي خلفيات التوتر بين تركيا وروسيا؟ وكيف يتطور الموقف الأمريكي على ضوء المتغيرات الجارية؟ أي تقييم لخطورة الوضع في منطقة الشرق الأوسط؟ وكيف تتعاطى دول الخليج والقوى الإقليمية الأخرى مع الملف السوري؟ اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم اليوم ملاعب. سنواصل النقاش وسنوجه البوصله امين لمباراه اليوم، مباراه اليوم التي ستنطلق يعني هناك في اكادير، فريق الحسنيه العائد بفوز ثمين من ملعب الشباب الريف الحسيمي في الجوله الماضيه، سيستضيف في لقاء صعب، في لقاء ربما يتمنى أن سكيتي وفريقه وجماهير الحسنية أن يعيدوا سيناريو لقاء الذهاب حينما فازوا بتطوان على المغرب التطواني وبأربعة أهداف مقابل هدفين، ربما سيناريو يصعب تكراره أمين. ممكن يتحقق لأنه الحسنية دائما ما تفاجئنا بنتائج بطريقة لعب جيدة بطريقة لعب مفتوحة. يمكن نعطيك غير إحصائية أنه 17 مباراة لفريق حسنية أكادير، مباراتان فقط اللي ما قدرش أنه يسجل فيهم أهداف ومباراة فقط اللي تسجلوا عليه أهداف. دونك بالنسبة لحسنية أكادير فلاعب مفتوح جدا، تخيل معايا على مدى 17 مباراة ثلاثة ديال المباريات اللي ما قدرش يسجل، و17 مباراة جوج ديال المباريات اللي الشباك ديالو ما استقبلتش أهداف، دونك لاعب مفتوح في جميع المباريات ديال الحسنية تنشوفوا دائما أهداف. إنما تتبقى واحد الملاحظة مهمة هي أنه منذ الدورة الثالثة حسنية أكادير ما حققش انتصار داخل الميدان ديالو، فأغلب انتصارات كانت خارج الميدان، حقق أربع انتصارات خارج الميدان وانتصاران داخل الميدان، الدورة الأولى والدورة الثانية، دونك عنده مشكل داخل الميدان ديالو ما تيقدرش يفوز، ولكن حسنية أكادير نتوقعوا منه أي نتيجة، لأنه الطريقة اللي تعتمد بها المدرب عبد الهادي السكيتاوي طريقة مفتوحة، طريقة تعتمد على التنشيط الهجومي أكثر، تنشوفوا نسبة أهداف اللي سجلها كبيرة، ولكن تيبقى
دائما خلل حسنية أكادير هو في الدفاع لأنه يستقبل أهداف كثيرة، هذا اللي تيخليه ما يحتلش مراكز متقدمة مع الثلاثة الأوائل. نعم. ربما أمين يعني الفوز في الحسيمة في الجولة الماضية سيعطيه دعما معنويا لمحاولة يعني كسب لقاء آخر، ولو كان ولو أن الخصم سيكون المغرب التطواني، المغرب التطواني الطامح لمعانقة يعني فوز غاب منذ 4 جولات. الفريق بدأ الموسم يعني ببداية للنسيان، نتائج سلبية متتالية، ثم استرجع بارقه فوز ربما شيء 4 أو 5 جولات متتالية، دخل في يعني في مسلسل نزيف النقاط هو الآخر، تعادل في 3 الجولات الأخيرة من مرحلة الذهاب، وبدأ مرحلة الإياب بتعادل بقواعده مع ضيفه أولمبيك أسفي رفقة مدرب التطواني السابق عز العمري. فعلا يمكن المغرب التطواني عاش 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة كارثية اللي كانت في بداية البطولة وكانت يحتل المراكز الأخيرة وحقق نتائج سلبية وبحصص كبيرة، من بعد دخلنا المرحلة الثانية هي اللي جات واحد السلسلة ديال الانتصارات، بداها مع فريق الرجاء البيضاوي في مدينة الدار البيضاء وتوالات انتصارات، يمكن 5 انتصارات متتالية خلاته أنه يعود صبور الترتيب لمراكز متقدمة. بعد ذلك دخل في دوامة ديال التعادلات، أنهى مرحلة الذهاب ب3 تعادلات وبدأ مرحلة الإياب بتعادل داخل الميدان مع المدرب السابق عزيز عمري اللي حاليا مع أولمبيك أسفي. دونك هاد 3 ديال المراحل تقسمت فيها 16 مباراة للمغرب التطواني. واش العودة ديال خضروف بعد ما كان مصاب وكان غاب على عدة مباريات وكان احتياطي، العودة ديال نعيم لاعب متميز في وسط الميدان، واش العودة ديال هاد اللاعبين ممكن تخلي فريق المغرب التطواني يظهر بوجه أحسن؟ لأنه مرحلة الذهاب كان لاعب واحد اللي متفوق جدا اللي هو زيد كروش اللي كان متألق وكان هو من يقود فريق المغرب التطواني لتحقيق الانتصارات. المفارقة أمين هو أن فريق المغرب التطواني ورغم أنه أكمل مرحلة الذهاب بنسق ربما منخفض بإيقاع ليس في مستوى التطلعات على اعتبار أنه كما قلنا سابقا وقع في فخ التعادل في 3 جولات متتالية، إلا أنه في الميركاتو الشتوي والذي دام يعني لاكثر من شهر لم يقم بتعاقدات، بل بالمقابل يعني صرح لاعبين وهما الهردومي واللاعب بوشتا لفريق المغرب الفاسي. فعلا عودتنا الانديه المغربيه انه دائما ما تستقطب عدد كبير من اللاعبين لا في فتره الميركاتو الصيفي او الشتوي، على العكس هذا الموسم شفنا ركود بالنسبه للانديه المغربيه، ما انتدبتش لاعبين كثر لانه حتى النوعيه ديال اللاعبين اللي اصبح مطالب النادي بانتدابهم ما بقاوش لاعبين جاهزين اللي يمكن مع التوقيع يلعب اول مباراه فما بقاوش، فكاينه واحد اون جينيراسيون اللي بدات تنتهي. دونك الان الثقه في الشباب اغلبيتهم تلقى موقعين عقود ديال 5 سنوات الى 4 سنوات مع الانديه ديالهم، دونك صعيب انك تنتدبهم، فحتى معدل السن بدا نوعا ما في البطوله المغربيه يتغير لانه كيف قلت لك فان جينيراسيون بدات تطلع جينيراسيون جديده اللي ممكن تعطي امل للكره القدم الوطنيه مستقبلا، هذا اللي خلى الفرق ما قامتش بانتدابات كبيره. نقول دائما امين بان النتائج هي التي يعني تبقي المدربين على راس الاداره الفنيه للفرق الوطنيه وفي خارج المغرب ايضا. 4 تعادلات، تعادل آخر أو ربما هزيمة في أكادير، هل ربما تعيد مسألة يعني إقالة المدرب الإسباني سيرجيو لوبيرا لوجهها من جديد؟ لا أظن، لأنه الظروف اللي عاشها سيرجيو لوبيرا أو سيراج لوبيرا، عفوا سيرجيو لوبيرا بعد إسلامه وزواجه من تطوانيا، فسيراج لوبيرا من بعد فترة صعبة اللي مر بها مع فريق المغرب التطواني في بداية الموسم، هزائم كيف قلنا متتالية وبحصص كبيرة، ومسؤولي المغرب التطواني تشبتوا بالمدرب وحافظوا عليه وحافظوا على الاستقرار، شفنا النتائج كيفاش تحسنت، فلا أظن أنه مسؤولي المغرب التطواني يفكروا في تغيير المدرب يكمل الموسم ديالو ومن بعد ممكن أنهم يفكروا في تغيير المدرب أو الإبقاء. لكن عليه. تبقى مباراة لرد الاعتبار أمين، فريق المغرب التطواني إذن ربما يحاول رد اعتباره من هزيمة الذهاب، وفريق حصة أكادير لتأكيد أحقيته بالفوز هناك في تطوان وأيضا هناك في الحسيمة. ننتقل للمباراة الثانية لهذا اليوم، مباراة ستجرى ببركان بين النهضة البركانية وضيفه الدفاع الحسني الجدي الجريح، الفريق الذي يعاني وسيعاني ربما لجولات بعد رحيل المدرب جمال السلامي بسبب تولي النتائج السلبية، الفريق مجبر على تحقيق نتيجة إيجابية وسيقود في هذا اللقاء مدرب الفريق الرديف. نبدأ بالفريق المستقبل اللي هو النهضة البركانية، صراحة كنت أنتظر أن ينافس على اللقب لأنه استقرار
إداري، استقرار مالي، لوجيستيكي، عنده ملعب جيد، جمهور دائما، موارد مادية قارة، استقرار كما قلنا إداري. بداية الموسم كانت مع بيرترون مارشون وهلال الطير، بقى الاستقرار التقني، فكنت أنتظر نتائج أحسن بكثير، لأنه يتوفر على مجموعة من أحسن اللاعبين اللي كاينين في المغرب. إنما النتائج ما ساعفتوش، شفنا عندهم خلل خصوصا داخل الميدان، فقدر فقط يفوز مباراتين داخل الميدان وثلاثة ديال المباراة خارج الميدان، ما تيقدرش يسجل أهداف كثيرة في الميدان ديالو، فقط خمسة ديال الأهداف. أمين الفريق من حيث يعني تشكيلة اللاعبين؟ تشكيلة ربما فيها من كل صنف، وهذا ما يدل بأن الفريق لم يقم بتعاقدات في الميركاتو الشتوي. فعلا، لأنه عندهم مجموعة قوية. الدليل على الكلام اللي تنقول أنه كنا تنتظروا فريق النهضة البركانية يكون في البوديوم هو أنه ما صرحش لاعبين وما انتدبش لاعبين، لأنه مجموعة متكاملة مستقرة. عنده مدافعين في المستوى، وسط ميدان من أحسن، لا قلت غير وسط ميدان أخميس العربي راه من أحسن وسط ميدان مدافعين اللي كاينين في المغرب. إلا تكلمنا على حمادة العشير كمهاجم اللي استقطبوا الفريق من الجمعية السنوية، من أحسن مهاجمين، ولكن تيبقى عندهم خلل، ما تيقدروش يفوزوا داخل الميدان، عكس خارج الميدان تيقدروا يحققوا نتائج ايجابيه. الفريق البركاني امين في المباراه الماضيه كان متفوق بهدفين على مضيفه اولمبيك ريفكا، لكنه لم يستطع الحفاظ على هذا التقدم واكتفى بالتعادل. هل الفريق يعاني من شيء ما في خط الدفاع؟ هو الفريق كان متقدم هدفين اللي سجلهم حماده العشير، ولكن قدر انه يستقبل هدفين. الهدف الاول جاب خطا في الرقابه، وشفنا كيفاش الكره مشات تسجلات في الزاويه البعيده للحارس محمدي. الهدف الثاني ضربه جزاء، عدم تركيز كذلك الحارس والدفاع، قدر انه الفريق خريب يرجع في النتيجه. دونك كاين عدم تركيز ديال المدافعين، عدم تركيز وربما عدم التموقع الجيد. امين بالنسبه لفارس دوكالا، الفريق يعاني ويقوده كما قلت سابقا مدرب الفريق الرديف، ما فريق الدفاع الحسن جدي يحتاج لنقاط تنقذه من ويلات الهبوط للمركز الثاني. فريق الدفاع الحسني الجديدي لم يحقق اي انتصار خارج الميدان هذا الموسم، هذا خلاه يدخل في مرحله ديال الشك، ما قدرش يسجل عدد كبير من الاهداف، غير التركيبه البشريه ديالو بواحد النسبه ممكن توصل حتى ل 60%، لانه استقطب لاعبين من الهوات ولاعبين شباب، وكذلك صعد حتى لاعبين من المدرسه ديالو. كان هناك مشروع مع السلمي لثلاث سنوات، فعلا ما قدروش يتاقلموا ويحققوا نتائج ايجابيه، هذا اللي خلاهم في المراكز المتاخره. الان مع رحيل السلمي، واعتقد حتى السفري حتى هو طالب بالاعفاء ديالو، عفية فكاين فضلي لاعب سابق للدفاع الحسني الجديد والاتحاد طنجه والجيش الملكي، والمدرب المساعد السابق لحسين اوشلا في ايت ملول وشباب ريف الحسيمي، هو اللي غادي يقود الفريق، لانه كان يقود فريق الامل. الامل معقود عليه لتحقيق نتيجه ايجابيه ولو تعادل خارج الميدان، لانه فريق الدفاع الحسني الجديد ضيع عدد كبير من النقاط داخل الميدان. وبالمقابل امين له كل مقومات النجاح. الوقت يداهمنا، سنطوي ملف البطولة الاحترافية الوطنية وسنذهب لأوروبا، والبداية كما قلنا بإسبانيا. فريق برشلونة المتسي بانتصاراته المتتالية سيحط الرحال في جزر الكناري لمنازلة فريق لاس بالماس. الرحلة ربما تبدو في المتناول للفريق الكاتالوني الذي ربما سيلعب المباراة وعينه على مباراة الثلاثاء القادم في ضيافة أرسنال الإنجليزي في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية. شوف، لاس بالماس منذ سنة 86 لم يفوز على برشلونة في الدوري، ف 30 سنه ما قدرش يفوز عليه. فاز عليه في 91 في مباراه الكاس في الذهاب 1-0، ولكن مباراه الاياب انتهت ب 6-0 لاف سي برشلونه. تنظر حتى اليوم يمكن تكون شي 6 ولا 7، لانه الفريق يحقق جميع الارقام القياسيه. 31 مباراه في ظل تالق ثنائي نيمار وميسي وسواريز، سواريز بتسجيل 24 هدف، فاظن انه جميع الارقام تحقق. زيد على ذلك حتى بوسكيس غيوقع العقد ديالو الجديد الى 2020، وبالتالي غيغلق الطريق على غوارديولا اللي كان تيلوين الانتداب ديالو مانشستر سيتي، غادي يعطي ثقه كذلك لبوسكيس ولبقيه اللاعبين. اظن انه البارسا منذ الثاني من يناير لو 2 جونفي الى يومنا هذا لعب 14 مباراه بمعدل ثلاث مباريات، بمعدل مباراه كل ثلاث ايام، فرقم صعب جدا، اكثر من البطوله المغربيه كامله. زيد عليه مباراه اليوم والمباراه ديال اليوم الثلاثاء، فغادي يوصل في 53 يوم ل 16 مباراه. دونك لعب لالي زائد مباراه ديال المغرب في 53 يوم، ما كملش حتى شهر. فاز 12 مباراه وتعادل جوج مباريات، ارقام قياسيه كبيره يحققها اف سي برشلونه. اذا امين، الرحله ربما تبدو في المتناول لفريق الكاتالوني. وصلنا الان مشاهدينا لفقره زوم، وفيها سيكون الحديث عن توقيف الكاتب العام لفريق اتحاد طنجه.
قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف حسن بالخيدر الكاتب العام لفريق اتحاد طنجة لسنتين عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة، وبالإضافة إلى تغريبه ب50,000 درهما على إثر التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام الوطنية بخصوص التشكيك في مصداقية البطولة الوطنية الاحترافية حسب بلاغ لجامعة الكرة. وأضاف البلاغ بأنه وبعد استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه في 28 من شهر يناير الماضي، ونظرا لكونه لم يدل بأي إثبات يؤكد تصريحاته، قررت اللجنة توقيف المعني بالأمر عن كل نشاط ذي صلة بكرة القدم الوطنية لسنتين وغرامة مالية يؤديها من ماله الخاص وتقدر ب50,000 درهما. إذن كما يقال أمين طنجة، وكيقولوا المشاكل لا تأتي فرادى، قيل قبل يعني أشهر بأن اتحاد طنجة ربما يتعرض لحملة أو لهجمة أو ما شابه ذلك بتوقيفه أو بحرمانه من جماهير لثلاث مباريات في أعقاب أحداث الشغب التي أعقبت كلاسيكو الشمال بين طنجة وتطوان. اليوم الجامعة توقف الكاتب العام للفريق حسن بالخيضة لسنتين مع تغريمه ب50,000 درهما لتصريحاته السابقة كما ذكر بلاغ الجامعة بأنها كانت تشكك في نزاهة البطولة الاحترافية. هل هذا الكلام صحيح حسب رأيك أمين؟ لا أظن، لأنه إلى جينا نهضروا على توقيف الجمهور من حضور المباريات فشفنا فريق الوداد البيضاوي، شفنا فريق الجيش الملكي، الجيش مؤخرا، شفنا أولمبيك خريبكا، دونك العقوبات على جميع الأندية. بالنسبة للتصريحات ديال الكاتب العام لاتحاد طنجة، أظن هو مسؤول على التصريحات اللي دلا بها، مي قبل منه كان فؤاد الصحابي كذلك تعرض للتوقيف ولسحب الرخصة ديالو، كان فوزي جمال كمدرب كذلك لبعض التصريحات تم التوقيف ديالو، من بعد شفنا أمين الدور المسؤول في حسنية أكادير كذلك تم التوقيف ديالو، نور الدين البيضي تم عرضه على لجنه الاخلاقيات. امين، ولكن ربما اقصى عقوبه هي التي يعني ستنال من الكاتب العام لاتحاد طنجه، لان لم تصدر في السابق اي عقوبه تصل لسنتين على اي مسؤول رياضي في المغرب. فعلا كانت وصلت سنه للمسير حسنية اكادير، سنتين للكاتب العام امين المال، سنتين لفريق للكاتب العام لفريق اتحاد طنجه، اظن انه مده طويله نوعا ما. اللي خلاها تكون بهذه القساوه اعتقد هو الظرفيه اللي جات فيها التصريحات، لانه جات قبل الجمع العام للجامعة الملكية المغربية، يمكن يدخل الجمع العام في دوامة، فهذا أظن كان عامل اللي خلى أنه العقوبة تكون بهذه القساوة. هناك من يقول أمين، وربما هناك يعني فئة من عشاق اتحاد طنجة تقول بأن الجامعة الكرة تكيل بمكيالين على اعتبار أن هناك تصريحات سابقة لمسؤولين كرويين في المنظومة الكروية الوطنية لم يعاقبوا أو ربما لم يتابعوا يعني بنفس الحدة، حديث ربما يكون عن السيد أعابة رئيس فريق شباب أطلس صنيفرة، والذي هو الآخر شكك في تصريحات السابقة في نزاهة البطولة الاحترافية. فعلا، فكيف قلت لك البعض تم اتخاذ القرارات فيهم، نور الدين البيضي رئيس فريق يوسفية البرشيدية قدم اعتذار للجنة الأخلاقيات وما عرفتش العقوبة اللي تفرضت عليه، أعابة كذلك هي نقطة استفهام الوحيدة اللي تتبقى في جميع اللي مروا على لجنة الأخلاقيات. فحاليا تنشوفوا حتى اللاعب الرجاء البيضاوي كاروشي كذلك غادي يمر في لجنة الأخلاقيات وانتظروا العقوبة. فكيف قلت لك نقطة استفهام الوحيدة اللي تتبقى هي أعابة، أشنا هي الطريقة اللي اتخذت معاه وأشنا هي العقوبة اللي اتخذت في حقه اللي مازال ما عرفناهاش. إذا في البطولة الاحترافية يجب على الجميع الالتزام، جامعة الكرة من حقها أن ترفع أن تمنح عقوبات لمن تكلم بكلام لا دليل له، لكن في المقابل على المتضرر ان يلجا يعني للاستئناف، ربما هناك يعني درجه ثانيه من في لجنه النزاعات، وعلى حسن بالخيدر ان يلجا اليها من اجل انصافه. امين بن هشام، انتهى وقت البرنامج، شكرا جزيلا لك، تلتقي ربما يوم غد مع الزميله نوفل العمله في حلقه اخرى من برنامج ملعب. شكرا عبد الله، شكرا مشاهدي الكرام. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي عدد اليوم من برنامج ملاعب، مزيد من الأخبار الرياضية في مواعيدنا القادمة وعلى موقع القناة www.mediantv.com. شكرا لفريق العمل الصحفي والتقني، في حلقة الغد يلقاكم الزميل نوفل العملة في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديان تي في، في أمان الله.